معانا على التليفون الأستاذ عصام زكريا الناقد الفني، نتعرف منه على أبرز المحطات الفنية اللي خاضها الفنان محمود المليجي. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير عليكم. أهلا وسهلا. الفنان محمود المليجي له أكثر من 21 فيلم تم اختيارهم في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية. لو احنا قلنا ان ده رقم كبير جدا، يعني هل ده بيدل على انه فعلا برع في انه يقدم دور الشرير على الشاشه؟ هو برع طبعا في دور الشرير وغير دور الشرير. يعني هو ارتبط دور الشرير باسمه لانه عمله في افلام كثيره جدا ولفترات طويله. كان هو يعني ممثل الشر الاول، وده طبعا نتيجة انه الانتاج والجمهور خلاص هم شافوه في هذا في هذه الشخصية او هذا النمط يعني، وحصروه فيه لفترة طويلة جدا. وهو حتى كان يعني يكتب احيانا بعض المقالات والحوارات بيتكلم فيها على هذه المسألة، يعني انه يعني هم الناس حفروه في هذه الشخصيه انه يعني محتاج انه يخرج منها، لانه هو حاسس ان عنده امكانيات كثيره جدا، ولكن ملامحه حصرته في هذه النوعيه من الادوار. طيب استاذ عصام، ازاي برع في ادوار الشر على الرغم من ان كل النقاد بيتكلموا عن حياته الشخصيه وانه كان إنسان هادي الطبع وكان طيب كمان، فإزاي قدر يعمل ده؟ والله ما هي دي طبعا من ظواهر وعجائب الفن التمثيلي، إنه ممكن أحيانا شخص يبقى شكله ملائكي جدا وبيطلع في أدوار البطل الملاك البريء وهو في حياته الشخصية عكس كده خالص، والعكس ممكن يبقى ملامحه على الشاشة يعني بتدي تعبير الشر والقسوة والمكر، ولكن هو في الحقيقة طيب جدا، ويعني وبيخاف من خياله زي ما بيقال يعني عن محمود المليجي. كان في دايما كده ثنائي الفنان محمود المليجي ووحش الشاشه فريد شوقي، واحد بيمثل الطيب اللي بينتصر الجدع اللي الناس دايما بتبقى بتحب دوره اكتر، والشرير اللي هو كان بيمثله محمود المليجي. سنين كتير جدا واعمال كتير جدا ارتبطوا مع بعض بتقديم الدورين دول في نفس الوقت. ده صحيح طبعا، ده صحيح. يعني حتى تعبير يعني فريد شوقي ومحمود المليجي ده اصبح من التعبيرات الشائعه. انا فاكر واحنا صغيرين يعني كنا نلعب مثلا العاب الضرب دي، فواحد يعمل فريد شوقي والتاني يعمل محمود المليجي يعني. ولو واحد يعني كويس جدا يقول له انت لو ابوك فريد شوقي يعني تعرف تعمل الحكايه دي، اللي هو لو انت قوي وطيب وليك جماهيريه يعني. بالظبط، وابوك فريد شوقي بقى يعني تقدر يعني. ومحمود المليجي بيرتبط بدور الشرير. طيب لو حضرتك تكلمنا عن محطاته بقى يا فندم، محطاته الفنيه. هم عملوا دويتو هايل مع بعض. المحطات الفنيه طبعا هو اشتغل، انا عندي والله صور دي من وهو عنده يمكن ما كملش 20 سنه. يعني لما دخل عالم المسرح والتمثيل ولفت الانتباه مبكرا جدا من حياته. ولكن السينما بتفرض بقى على الممثلين اختيارات في عينها. فابتدت السينما تختبره في كذا دور، ثم لقيته في دور الشرير ده. وبقت كل الادوار اللي بتعرض عليه هي هذه النوعيه، وكان بيقبل يعني بيضطر يقبل هذه الافلام، لكنه كان عايز يخرج من العبايه دي، كان عايز يخرج منها. ومع ذلك هو برع فيها جدا، برع فيها الحقيقه باسلوب مميز جدا. يعني رغم ان هو ممكن يكون ما كانش حابب النوعيه دي قوي او مش حابب ان هي
اللي حاصروه فيها، الى ان الا انه موهبته التمثيليه يعني خليته انه يقدم هذه النوعيه من الادوار ببراعه شديده وباسلوب خاص. طيب لما خرج من العبايه دي اكيد خرج طبعا يعني وقدم اعمال، لما قدم اعمال بقى فيها، طيب وجهه نظرك فيها ايه يعني او تعليقك عليها ايه؟ هقول لك يعني انا كنت بس هشير لنقطه واحده ان هي خاصه باسلوبه في اداء الشر، وانه مهما كان الشخصيه الشريره اللي هو بيأديها الا انه بيأديها بنبره ساخره. ممكن تكون النبره الساخره دي كانها تعبيره هو عن يعني رايه هو في نوعيه الدور الشرير او الادوار الشريره اللي هي بيلعبها طول الوقت، لكن عنده نبره ساخره فتبتسم مهما كان قسوه الحاجه اللي بيعملها، الا انه انت لا تملك الا انك تبتسم من هذا الشر ومن هذا الاداء الشرير. ده طبعا اداء مميز جدا، يعني عدد قليل جدا من الممثلين العالميين اللي بيقدروا يعملوه. بعد اداء الشر لسنوات طويله جدا ولما كبر في السن شويه ابتدى ياخد ادوار ثانيه. ابتدى ياخد ادوار بقى الاب، ابتدى ياخد ادوار الفلاح، ادوار الصحفي الاستاذ الجامعي، عمل دور وزير الداخليه مثلا في احد الافلام غروب وشروق، فاثبت جداره كبيره جدا في هذه الادوار. وطبعا لا ينسى الجمهور لي ادواره مع يوسف شاهين تحديدا كمان، لان الحقيقه يوسف شاهين وظف محمود المليجي بشكل كبير جدا. اولا في العصفور عمل دور الخواجه، في الارض عمل دور تقريبا ده دور البطوله الوحيد عمله في حياته، لان هو البطل الحقيقي لفيلم الارض. في عوده ابن الضال عمل الاب الطيب مغني طول الوقت، وهكذا يعني عمل ادوار كثيره جدا. تنوع كبير وعدد افلام كبير، ممكن يكون وصل ل 700 فيلم او 700 عمل فني تم تقديمهم، يمكن تم اختيار اكثر من 21 او 21 فيلم من اهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصريه للفنان الراحل محمود المليجي. كل الشكر ليك الاستاذ عصام زكريا الناقد الفني، شكرا جزيلا.